حسن الظن بالله، قصة سعود اللي قاله الأطباء أنت عقيم فوهبه الله 10 أبناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حكى رجل سعودي قصته مع العقم وعدم الإنجاب اللي استمر لأكثر من 10 سنين بعد الجواز، وإنه راح لكل الأطباء اللي أكدوا ليه إنه عقيم وما يقدرش ينجب ولا يخلف. ومن الأطباء اللي راح لهم أستاذ كبير ومتخصص في الحالات دي اللي أكد إنه ما ينفعش يخلف خالص لأنه عقيم، فسلم الشخص أمره لله على كده ورضي بقضاء الله وقدره. من الأيام قرر أبوه يعتمر هو وأمه، وكان الشخص اللي الدكاترة قالوا له إنه عقيم معاهم في العمرة. بدأوا مناسك العمرة، ولما وصلوا للكعبة أبوه رفع إيده للسماء وبدأ بالدعاء بصوت عالي، قال يا رب إن ابني هذا بارا بي وبأمه، اللهم لا تمتني، يعني لا تقبض روحي يا رب حتى تريني ذريته. تعجب الابن من دعاء أبوه، لأن أبوه عارف إنه عقيم، إزاي يدعي بالدعاء ده؟ صاحب القصة اللي هو الشخص السعودي اللي كل الأطباء أجمعوا إن هو عقيم، أقسم بالله إن ربنا رزقه ب10 أبناء، 5 من البنات و5 من الذكور. الشاهد في القصة حسن الظن بالله يغير القدر، والدعاء يغير القدر، وبر الوالدين يغير القدر. قصة تانية لحسن الظن بالله، تاجر من التجار قعد 26 سنة من غير خلفة، وفي اجتماع من اجتماعات التجار دخل تاجر صغير في السن ربنا رزقه بالخلفة بعد الجواز على طول. قال للشخص اللي ما بيخلفش، ما تعرفش تجيب لنا بنت نجوزها للولد ده او ولد نجوزه للبنت دي؟ غضب التاجر الكبير اللي ما بيخلفش وساب اجتماع التجار ومشي اكتر من 60 كيلو على رجليه وهو رافع وشه للسماء وما بيقولش غير دعاء واحد، يا رب انا معرفش بس انت تعرف يا رب، يا رب انا معرفش بس انت تعرف يا رب. اللي حكى القصة اقسم بالله ان ما مرتش السنة الا وربنا رزق الشخص ده اللي ما كانش بيخلف بتوأم ولد وبنت. الشاهد في القصة حسن الظن بالله يا جماعة. ولو عجبكم الفيديو واول مرة بتشوفوه اشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.